بسم الله الرحمن الرحيم. إلى من يريد النجاح، إلى من يريد التميز، إلى من يريد السعادة، إلى من يريد الهداية. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم القمم لأهل الهمم، ألبوما من 4 أشرطة لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. والآن مع الشريط الأول، مفتاح النجاح. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه سلسلة القمم لأهل الهمم، المحاضرة الأولى مفتاح النجاح. هذه المحاضرة لكل صاحب همة ورب عزيمة ورفيق طموح يريد النجاح في هذه الدنيا والآخرة، فيكون مقبولا عند الله وعند خلقه، راضيا عن ربه وربه راض عنه، محبوبا عند أهله وذويه وأصحابه، لحياته معنى وله قضية ولديه مبدأ. فأستعين الله وأقول: الفصل الأول، منطلقات الناجحين. الأعمال بالنيات تنوي الخير في كل عمل، واستحضر نفع الآخرين والكف عن الشر. لا تذق ذرعا بالمحن، فإنها تسكر الرجال وتقدح العقل وتشعل الهمم. العمل والجد هو الطريق الأعظم إلى المجد، وهو بلسم لأدوائك وعلاج لأمراضك، بل هو كنزك. قيمة كل امرئ ما يحسن، والعاطل صفر، والفاشل ممقوت، والمفسق رخيص. ركز اهتمامك على عمل واحد وانغمس فيه واحترق به واعشقه لتكون مبدعا. ابدأ بالأهم فالمهم، وإياك والشتات، وتوزيع الجهد على عدة أعمال، فإنه حيرة وعجز. النظام طريق النجاح، ووضع كل شيء في موضعه مطلب لناجحين، أما الفوضى فهي صفة مذمومة. الناجحون يحافظون على مقتنياتهم وأمتعتهم وأشيائهم، فلا يبذرون ولا يفسدون. لا يفوح العطر حتى يسحق، ولا يضوع العود حتى يحرق، وكذلك الشدائد لك هي خير ونعمة. الناجح لا يغلب هواه عقله، ولا عجزه صبره، ولا تستخفه الإغراءات، ولا تسئله التوافه. إياك والضجر والملل، فإن الضجور لا يؤدي حقا، والملول لا يرى حرمه، وعليك بالصبر والثبات. من ثبت نبت، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن صبر ظفر، ومن عز بز. النملة تكرر الصعود 1000 مرة، والنحلة تذهب كرة بعد كرة، والذئب من أجل طعامه هجر المسرة. لما هوى السيف قطع، ولما اشتعل البرق سطع، ولما تواضع الدر رفع، ولما جرى الماء نفع. الكسول مخذول، والهائم نائم، والفارغ بطال، وصاحب الأمان مفلس. من لم يكن له في بداية احتراق، لم يكن له في نهاية إشراق، ومن جد في شبابه ساد في شيخوخته. تذكر أن في القرآن: سارعوا وسابقوا وجاهدوا وصابروا ورابطوا. وفي السنة: احرص على ما ينفعك، وبادروا بالأعمال، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. أبو بكر الصديق 2 أنفق أمواله، يدعى من أبواب الجنة 8، وهو قامع الردة. عمر بن الخطاب يفر منه الشيطان، وافقه الوحي 1000 مرة. عثمان بن عفان يجهز جيش العسرة، ويوقف بئر رومة، ويختم القرآن في كل ركعة. علي بن أبي طالب يبارز في بدر، ويفتح حصن خيبر، ويقصر مرحبا، ويذبح عمرو بن ود يوم الخندق. خالد بن الوليد يخوض 100 غزوة، ويقتل يوم اليرموك 5000 بيده، ويكسر 9 أسياف. ضرب طلحة في جسمه حتى سلت يده، وقتل حنظلة جنبا فغسلته الملائكة، واهتز عرش الله لموت سعد. طعن عبد الله بن عمرو والد جابر 80 طعنة، فكلمه الله بلا ترجمان. جمع أبي بن كعب القرآن وجوده، فذكره الله في الملأ الأعلى، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة. تصدق ابن عوف 1000 جمل بحمولتها على الفقراء، وتصدق أبو طلحة بمزرعته في سبيل الله،
حفظ أبو هريرة غالب السنة ووزع ليله ثلاثا للصلاة والمذاكرة والنوم. مشى أحمد بن حنبل 30,000 ميل في طلب الحديث، وحفظ 1,000 أثر، وترك المسند 40,000. سافر جابر بن عبد الله في طلب حديث واحد إلى مصر شهرا، وسافر ابن المسيب 3 أيام في مسألة. روى ابن حبان الحديث عن 2,000 شيخ، وصنف الصحيح فصار عجوبة، وتبحر في الفنون حتى صار نجم زمانه. كرر المزني رسالة الشافعي 500 مرة، وكرر عالم أندلسي صحيح البخاري 700 مرة. أعاد أبو إسحاق الشيرازي درسه 100 مرة، وأعاد كل قياس 1,000 مرة، وألف 100 مجلد. صنف ابن عقيل الفنون 800 مجلد، وكان يأكل الكعك عن الخبز ليوفر قراءة 50 آية. كتب ابن تيمية في اليوم 4 كراريس تفرع الواحدة منها في أسبوع، ويؤلف كتابا كاملا في جلسة واحدة، وكتب عنه أكثر من 1,000 مؤلف. كتب ابن جرير 100,000 صفحة، وصنف ابن الجوزي 1,000 مصنف، وحفظ ابن الأنباري 400 تفسير. بقي عطاء بن أبي رباح ينام في المسجد 30 سنة في طلب العلم، وما فاتت تكبيرة الإحرام الأعمش 60 سنة. ذكر النووي أن كرز بن وبرة كان يختم القرآن 4 في الليل و 4 في النهار، وختم ابن إدريس القرآن في بيته 4,000 مرة، وكان الشافعي يختم القرآن في رمضان 60 مرة، والبخاري 30 مرة، وكان أحمد يصلي في اليوم 300 ركعة. كان أبو هريرة يسبح 12,000 تسبيحة، وكان خالد بن معدان يسبح 100,000 تسبيحة. وعاصرنا من كان يقرأ قل هو الله أحد 1,000 مرة كل يوم، ومن كان يختم القرآن كل يوم ختمة، ومن كان يسبح 15,000 تسبيحة في اليوم. ألف سيبويه أعظم كتاب في النحو وهو في 30 من عمره، ورفة بن العبد من أصحاب المعلقات قتل عمره 26، وقاد محمد بن القاسم الجيوش وعمره 17 سنة. روى الحسن الحديث عن جده صلى الله عليه وسلم عمره 5 سنوات، وعقل محمود بن الربيع مجة الرسول عليه الصلاة والسلام في وجهه وعمره 5 سنوات، وحفظ ابن عباس الحديث وعمره 8 سنوات، وكان ابن تيمية يفتي وعمره 18 سنة. ألف ابن حجر الفتح ومقدمته في 32 سنة، وكتاب الغريب لأبي عبيدة في 40 سنة، وكتاب الأغاني الأصفهاني في 50 سنة. قتل جعفر البرمكي الوزير الخطير الجواد وعمره 37 سنة، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الزاهد 40 سنة، وابن المقفع الكاتب اللامع 37 سنة. حج مسروق فما نام إلا ساجدا، وصام الأسود بن يزيد حتى اخضر جسمه، وبكى يزيد بن هارون حتى ذهبت عيناه، ومشى أبو موسى الأشعري حتى تشققت قدماه. قال البخاري ما كذبت كذبة منذ احتلمت، وقال الشافعي ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا. ما عال من اقتصد، وما فشل من اجتهد، ومن تفقه في شبابه تعلقت السيادة بأهدابه. مالك هو عمك وخالك، وفلوسك هي ضروسك، ودراهمك هي مراهمك، فلا تسرف ولا تبخل. إن الماء الراكد يأسن، وإن البلبل المحبوس يموت، وإن الليث المقيد يذل. ألذ طعام بعد جوع، وأعذب ماء بعد ظمأ، وأجمل نجاح بعد تضحية. إن الكتب تلقن الحكمة ولكنها لا تخرج حكماء، والسيف يقتل لكنه بتف الشجاع. السباحة لا تتعلم في الدفاتر ولكن في الماء، والرياضة لا تتلقى من الشاشة لكن في الميدان. الدنيا تؤخذ غلابة، وسوق المجد مناهبة، والحياة صراع، والعرياء تنال بالعزائم. من عنده همة متوقدة، ونفس متوسبة، ونشاط موار، وصبر دائم، فهو الفريد. قيل لأبي مسلم الخراساني ما لك لا تنام؟ قال همة عارمة، وعزيمة ماضية، ونفس لا تقبل الضيم. أسرع الفرس فركبه الملوك، وتبلد الحمار فركبه العبد، وافترس الأسد فملك الغابة. لا يرهب السيف حتى يسل، ولا يخاف الرعد حتى يجلجل، ولا يهرب من السيل حتى يحتدم. أجرى أديسون مكتشف الكهرباء 10,000 تجربة على بطارية كلها أخطأت فواصل حتى نجح. وأقام إينشتاين عمره كله في النظرية النسبية،
جمع من براية أقلام ابن الجوزي ما أدفئ بهما وغسله عند الموت. جمع الغبار من عمامة صلاح الدين فجعل لبنة تحت رأسي في القبر. ترك حمل الطعام للأيتام في الظلام في جسم علي بن الحسين آثارا وندوبا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أجمل السواعد سواعد العمال، وأحسن الرؤوس رؤوس المحلقين، وأهنأ النعاس نعاس المتهجدين، وأطهر الدماء دماء الشهداء. الذي يقهر نفسه أعظم من يفتح مدينة، والذي يقاوم هواه أجل ممن يحارب جيشا. صام أبو طلحة 40 سنة سردا، وحج بالمسيب 60 حجة، وأفتى الإمام أحمد في 60,000 مسألة بالدليل. خدم أبو شجاع للملوك 60 سنة، فكفر عنها بخدمة 60 سنة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فكن رجلا دجله في الثرى وهامة همته في الثريا. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز ماء الحنظل. طاف ابن بطوطة الدنيا في 30 سنة، ولقي في رحلته الألاقية حتى جمع الغرائب والعجائب وصار حديث الدهر. اعتزل ابن خلدون في قلعة فكتب تاريخه وحرره وحبره فصار آية للسائلين. كتب ابن عساكر الحافظ تاريخ دمشق في 60 سنة، فما ترك عالما ولا أديبا ولا شاعرا ولا شاردة ولا واردة عن دمشق إلا سجلها. أطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثرى. وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي. ومشتت العزمات ينفق عمره حيران، لا ظفر ولا إخفاق. كان ابن تيمية إذا صعبت عليه مسألة استغفر الله 1,000 مرة. وقال تلاميذ الخطيب البغدادي له وهم في سفر حدثنا، فقال نبدأ بالقرآن، فختمه كله ثم حدثهم. قيل لأبي الطاهر السلفي من أين لك هذا العلم؟ قال من جلوسي في بيتي مع الكتب 70 سنة. لا يصلح النفس ما دامت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال. عليك بالمشي والرياضة والنظافة، فإن الناجحين أقوياء أصحاء. بارك الله الأمة في بكورها، فإذا أردت عملا فعليك بالصباح فإنه أسعد الأوقات. لا تقف، فإن الملائكة تكتب، والعمر ينصرم، والموت قادم، وكل نفس يخرج لن يعود. من زرع سوف أنبتت له لعل، وأطلعت له بعسى، وأثمرت بليتا، لها طعم الندامة ومذاق الحسرة. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وبادر الفرصة، واحذر البغتة، وإياك والتأجيل والتردد، وإذا عزمت فتوكل على الله. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من صار على الدرب وصل. الإبداع أن تجيد في تخصصك وما يناسب مواهبك، فقد علم كل أناس مشربهم، ولكل وجهة هو موليها. لا يضير الناجحين كلام الساقطين، فإنه علو ورفعة، كما قال أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. النقد الظالم قوة للناجح، ودعاية مجانية، وإعلان محترم له، وتنويه بفضله. وإذا أتتك مذمة من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. الناجح يقوم بمشاريع يعجز عنها الخيال، وتبهر عظماء الرجال، وتثير الدهشة والغرابة والتعجب في الأجيال. الناجح لا يعيش على هامش الأحداث، ولا يكون صفرا بلا قيمة ولا زيادة في حاشية. من كانت همته في شهواته وطلب ملذاته كثر سقطه وبال خلله وظهر عيبه وعواره. من خدم المحابر خدمته المنابر، ومن أدمن النظر في الدفاتر احترمته الأكابر. من خلق الناجح التفاؤل وعدم اليأس، والقدرة على تلافي الأخطاء، والخروج من الأزمات، وتحويل الخسائر إلى أرباح. القطرة مع القطرة نهر، والدرهم مع الدرهم مال، والورقة مع الورقة كتاب، والساعة مع الساعة عمر. أمسي مات، واليوم في السياق، وغدا لم يولد. فاغتنم لحظتك الراهنة فإنها غنيمة باردة.
المؤمن لا يخلو من عقل يفكر، ونظر يعبر، ولسان يذكر، وقلب يشكر، وجسد على العمل يصبر. في الدقيقة الواحدة تسبح 100 تسبيحة، وتقرأ صفحة من المصحف، وتطالع 3 صفحات من كتاب، وتكتب رسالة، وتتلو سورة الإخلاص 3. كرر النيسابوري صحيح مسلم 100 مرة، وأعاد ابن سينا كتاب الفارابي 40 مرة، وقرأ بعضهم المغني 10 مرات. احترقت كتب ابن حزم كلها فأعادها من حفظه، وكان قتادة يحفظ حمل بعير. وقال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء إلا حفظتها. وقام سفيان الثوري ليلة كاملة يصلي حتى أصبح. وتذاكر ابن مبارك الحديث هو وأحد العلماء وقوفا حتى الفجر. وبقي محمد الأمين الشنقيطي يبحث مسألة يوما وليلة. كتب يحيى بن معين لفظ صلى الله عليه وسلم 1000 1000 مرة، أي مليون. وكان ربما كتب الحديث 50 مرة. وقال الشعبي: أقل ما أحفظ الشعر، ولئن شئتم لأنشدنكم شهرا كاملا. الناجح يحترمه أطفال مدينته، والفاشل يسخر منه كل أحد حتى لو اعتذر لهم 1000 مرة. من بكر في طلب العلم بكور الغراب، وصبر صبر الحمار، وعزم عزيمة الليث، واختلس الفرص اختلاس الذئب، حصل علما كثيرا. الكسلان محروم، والعاطل نادم، ومع الحركة البركة، ومن صال وجال غلب الرجال. الطريق شاق، ناح فيه نوح، وذبح فيه يحيى، وقتل فيه عمر، وهريق فيه دم عثمان، واغتيل علي، وجلدت فيه ظهور الأئمة. نسخ ابن دريد كتاب الجمهرة 4 مرات، ونقح البخاري صحيحه 16 سنة. يغتسل عند كل حديث ويصلي 2 ركعتين. أجر أحمد بن حنبل نفسه في طلب العلم، وباع أبو حنيفة بعض سقف بيته في العلم، وجاء سفيان 3 أيام في طلب الحديث. كان النووي يطالع ويكتب ويحفظ ويصلي ويسبح، فإذا نعس نام قليلا وهو جالس. وكان للشوكاني 12 درسا في اليوم، وكان ابن سينا يكتب في اليوم 25 صفحة. كان إدريس النبي عليه السلام خياطا، وداود عليه السلام حدادا، وأجر موسى عليه السلام نفسه في الرعي، وكان ابن سيب يبيع الزيت، وأبو حنيفة يبيع البز. البدار البدار قبل تقضي الأعمار وكتابة الآثار، فلا بقاء مع الليل والنهار. أعوذ بالله من خسفة الهمم، وتفاهة العزائم، وسخف المقاصد، وثخانة الطبع، وبلادة النفوس. بحث علي عن الشهادة في بدر، فقالوا في أحد. ذهب إلى هناك فقالوا ربما كانت في الخندق، فسعى إليها قالوا التمسها في خيبر، فلما أتاها قالوا تأخر الموعد، قال ما أحسن القتل في المسجد. يحفظ العلم بالعمل به وتعليمه والتأليف فيه، ومن حفظه وكرره وذاكره وذاكر به ودرسه ثبت في صدره. لا بد للناجح من أن يكون قوي الملاحظة، دائم التركيز، حافظا للوقت، مديما للتدبر، طموحا إلى المعالي. قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال عمر: تفقه قبل أن تسودوا. وقال مجاهد: لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. مثبطات النجاح: هوى متبع، ونفس أمارة، ودنيا مؤثرة، وهمة باردة، وطول أمل مع تسويس. الناجح يأنف من الرزايا ولا يتحمل الدنايا، ووقت الراحة له عمل، ووقت العمل راحة. الفراغ مفسدة، والمباحات مشغلة، وأكثر الناس مثبطون، والولد مجبنة محزنة مبخلة. 70 سنة قضاها الإمام أحمد يتقوت من أجرة دكان، و70 سنة قضاها الخليل بن أحمد على الخبز والزيت، و70 سنة قضاها سفيان الثوري على خبز الشعير. الناجح يرضى عنه ربه بالإيمان، وأهله بالألفة، والناس بالأخلاق، والمجتمع بالنفع. تولى أبو بكر 2 سنة فأقام الخلافة وهزم المرتدين، وتولى عمر بن عبد العزيز 2 سنة فنشر العدل وأزال المظالم وجدد الدين، وتعلم ابن أبي زعد العلم 2 سنة فصار مفتي المدينة. سجن السرخسي فألف المبسوطة في 30 مجلدا، وأقعد من الأثير فصنف جامع الأصول والنهاية 30 مجلدا، وسجن ابن تيمية فأخرج الفتاوى 30 مجلدا. كان ابن الجوزي يكتب خواطره،
وكان كتاب الفتح بن خاقان في جيبه ليقرأ كل وقت، وكان الخطيب البغدادي طالع وهو يمشي. قال عمر بن عبد العزيز: إنني نفسا تواقة، تاقت للإمارة فتوليتها، ثم تاقت إلى الخلافة فتوليتها، وهي الآن تتوق للجنة. كان أبو منصور الثعالبي يخيط جلود الثعالب، فترقت به همته إلى أن صار أديب الدنيا، وكان الفراء يشتغل بالفراء ثم صار نابغة النحو، وابن الزيات كان يبيع الزيت ثم تولى الوزارة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقال آخر: همة تنطح الثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبال. وقال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفكر والإقدام قتال. وقال الشاعر: همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. وقال آخر: تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وقال: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. وقال: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وقال: ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. وقال آخر: لا استسهلن الصعب وادرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. وقال المتنبي: من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. وقال ابن الرومي: لولا لطائف صنع الله ما نبتت تلك المكارم في لحم ولا عصب. فصل: همة تنطف الثريا. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وقال: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال: والسابقون السابقون. وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال: الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. وقال لأحد أصحابه: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال لآخر: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. وقام من الليل حتى تفطرت قدماه، وربط الحجر على بطنه من الجوع، وربما صلى أكثر الليل، وصبر على الإيذاء والسب والشتم والطرد والتشريد من الأوطان والجراح في المعركة والجوع، وجاهد أعداء الله من مشركين ويهود ونصارى ومنافقين، وكان أعظم الناس جهادا، وأحسنهم خلقا، وأجلهم إيمانا، وأسدهم رأيا، وأنبلهم كرما، وأكرمهم نفسا، وأطيبهم عشرة، وأشجعهم قلبا، وأسخاهم يدا، وأكبرهم همة، وأمضاهم عزيمة، وأكثرهم صبرا صلى الله عليه وسلم. وصبر معه أصحاب أجل الصبر، وجاهدوا أحسن الجهاد، فوقفوا مواقف تشيب لها الرؤوس، فضحوا بأموالهم وأنفسهم، وقدموا الغالي والرخيص في سبيل الله، ولقوا الألاقية في مرضاته، فنكل بهم من أعدائهم، فمنهم من قتل، ومنهم من جرح، ومنهم من قطعت أعضاؤه ومزقت أطرافه، وأكلوا من الجوع ورق الشجر، وسحب بعضهم على الرمضاء، وحبس البعض، هذا وهم صامدون مجاهدون مناضلون مكافحون، يستعذبون من أجل دينهم العذاب، ويستسهلون الصعاب، ويتجرعون الغصص. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق ماله كله في سبيل الله، ويهب عمره كله لمرضاة الله، فهو المصلي الصائم المنفق المجاهد المضياف الجواد البار الصادق الذاكر العابد القانت الأواب، حتى إنه ليدعى من أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة لكثرة فضائله وإحسانه، وهو رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وصاحبه في الغار، ما تخلف عن غزوة ولا تأخر عن معركة، بل هو السباق الأول إلى الإسلام والهجرة والجهاد والبر والتقوى. وما استحق كلمة الصديق ولا تاج القبول ولا وسام البر
إلا بعد جهاد عظيم وخلق مستقيم وفضل عميم. وهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغ الغاية في الزهد والورع مع ما سبق له من المقامات الجليلة في الإيمان والتضحية والهجرة والجهاد والإنفاق مع خشية لربه ومراقبة لمولاه وعدل في رعيته وضبط لشؤون المسلمين وإتقان لعمله في الخلافة مع الصدق في السر والعلن والإنصاف في الغضب والرضا مع ما كان عليه من الفقه في الدين والاجتهاد في معرفة الوحي واستنباط الحكم من النصوص. وهذا عثمان بن عفان بن نورين رضي الله عنه الذي سارع إلى الاستجابة لله ولرسوله فأسلم قديما ولزم الرسول صلى الله عليه وسلم مع العسر واليسر فصدق مع الله في جهاده وهجرته وإنفاقه فجهز جيش العسرة واشترى بئر رومة وأوقفها على المسلمين ومهر في القرآن وجوده حتى كان يتهجد به أكثر الليل مع الحياء من الله والسعي في مرضاته مع صدق اللهجة وكرم النفس وطهر الضمير وحمد السيرة. وهذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن رضي الله عنه كان سيد الشجعان ورائد الفرسان حضر المعارك وجالد بسيفه وقتل الأقران فكان ميمون النقيبة مبارك السيرة طيب السريرة مع ما كان عليه من علم غزير وفقه ثاقب وفصاحة مشرقة وشجاعة متناهية وزهد عظيم وإقدام وتضحية وهمة ومضاء وعزيمة وإباء حتى استحق هذه المنزلة بجدارة وتأهل المجد بحق. وهذا أبي بن كعب سيد القراء جمع القرآن وأتقنه وحفظه وضبط فعلم وعلم وصدق ونصح حتى صار آية في هذا الفن ومرجعا في هذا الباب. وهذا الزبير بن عوام أحد العشرة أصيب في كل شبر من جسمه في سبيل الله فاستحق رفقة الرسول عليه الصلاة والسلام والمنزلة العالية ورضوان الله. وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة وخال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله وكان مجاب الدعوة ثابت القلب فنصره الله على أهل فارس ورفع به رأس كل مسلم وكبت به أعداء الله فكان الأسد في براثنه. وعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة تصدق بقافلة في سبيل الله بجمالها وحمولتها طلبا لمرضاة الله وأنفق في كل عمل راشد مبرور. وهذا ابن عباس حبر الأمة وبحر الشريعة وترجمان القرآن جد في طلب العلم وحرص غاية الحرص وبلغ النهاية في فهم الوحي وتصدر لتعليم الناس فكان عجبا في حفظه وفهمه وبيانه وكرمه وسخائه حتى صار إماما للناس لما صبر وجاهد وعلم وتعلم. وهذا معاذ بن جبل إمام العلماء طلب العلم من معلم الخير صلى الله عليه وسلم وعمل بما علمه الله فكان مثل العالم العامل المنيب المخبت الزاهد العابد ودعا إلى الله وعلم عباده وجاهد في سبيله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع فقه عميق وخلق كريم ورفق بالناس وسخاء بذات يده. وأبو هريرة سيد الحفاظ جمع الحديث حفظا وبلغه الأمة صدقا فكان الحافظ الأمين حقا قسم ليله للعبادة وتذكر الحديث والنوم واشتغل بتعليم الناس مع الفتية والوعظ والجهاد والتعليم وما ذاك إلا لسمو همته ومضايا عزيمته وقوة نفسه. وهذا خالد بن الوليد سيف الله المسلول كتب اسمه في سجل الخالدين بحروف من النور وخلد ذكره في ديوان الفاتحين بأصفر من ضياء نصر الإسلام بسيفه وخاض غمار المعارك يعرض نفسه للأخطار ويقدم روحه في راحته مستهينا بالمصاعب حتى صار مضرب المثل في الفداء والتضحية وسمو القدر وجلالة المنزلة وارتفاع المحل. وسعيد المسيب سيد التابعين ما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 سنة وكان يمضي 3 أيام مسافرا في طلب الحديث الواحد وغالب جلوسه في المسجد وكان مرجع الناس في الفتية وتعبير الرؤيا مع قيام الليل والقوة في ذات الله والغيرة على محارم الله والصدق والزهد والإنابة والسخاء والهيبة والعلم الراسخ. وعطاء بن أبي رباح المولى الأسود رفعه الله بالعلم مكث في الحرم 30 سنة يطلب العلم ثم صار مفتي الناس
مع تقصفه وإخلاصه وورعه وتبحره وإتقانه في الرواية وفقه في الدراية، فصار إماما للناس. والحسن البصري المولى جاهد في طلب العلم ومعرفة السنة والصبر على الاشتغال بالأثر مع ما رزقه من فصاحة ورجاحة وملاحة وسماحة، فصار كلامه دواء للقلوب ووعظه حياة للنفوس، وهو في ذلك واحد الناس زهدا وتواضعا وإنابة وخشية وورعا واستقامة، حتى رفعه الله في المحل الأسمى وبواه الله المكان الأعلى. والزهري محمد بن شهاب حافظ السنة وإمام الناس في الحديث، طلب العلم مع الفقر والحاجة، وصبر وثابر، وارتحل إلى العلماء واعتنى بالحديث، فصار أحفظ أهل زمانه مع فقه ودراية وسخاء حاتمي وكرم سارت به الركبان، فاستحق أن يكون اسمه في ديوان السنة مرقوما وفي القلوب منقوشا. وعامر الشعبي الإمام الجامع للعلوم كان قديم السلم وافر الحلم كثير العلم، تبحر في السنة وبرع في الأدب، مع ذهن وقات وقلب ذكي وفهم ثاقب، حتى صار رسول الخليفة عبد الملك إلى ملك الروم لعلمه وفهمه وبديهته وفصاحته ونبله وقوة شخصيته. وهو الذي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، وما استودعت قلبي شيئا فخانني، أي ما نسي علما. وأبو حنيفة الفقيه الكبير اجتهد في طلب العلم ورزقه الله فهما وذهنا خصبا، حتى صار الناس في الفقه عيالا عليه، فقعد واستنبط وصدف عن الدنيا وأعرض عن المناصب وفرق من القضاء، واكتفى ببيع البز مع عبادة وزهد وخشوع وصدق وذكاء منقطع النظير. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب الموطأ الذي فاق الناس عقلا وأنفق عمره في طلب الحديث، حتى شهد له 70 عالما أنه أهل الفتيا، فصارت تضرب إليه أكباد الإبل وتشد إليه الرحال، حباه الله بجلالة ووقار مع حسن سمت وجمال مظهر وسلامة مخبر. والشافعي إمام الآفاق الذي قعد القواعد وأصل الأصول، سخر جسمه ووقته في طلب العلم، فحل وارتحل وجال وصال، حتى ضرب بعلمه الأمثال، وصار كالشمس للبلدان وكالعافية للأبدان، مع صبره وشكره وزهده وأدبه وفصاحته وشعره ونبوغه وعلو همته ورجاحة عقله وسعة معارفه. وأحمد بن حنبل إمام السنة وقامع البدعة وبطل المحنة، طاف الأقطار وقطع القفار في جمع الآثار، مع الجوع الشديد والتعب المضني والفقر المدقع والزهد الظاهر، ثم ابتلاه الله بالمحنة فحبس وجلد فما أجاب، فرفعه الله لعلمه وصبره وصدقه، حتى أصبح ذكره في الخالدين وصار إماما للناس أجمعين. وعمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد العابد المجاهد مجدد القرن الأول عزف عن الدنيا وأعرض عن الشهوات، وأقبل على العلم والعبادة والزهد والعدل، فأقام الله به السنة وقمع به البدعة وأنار به طريق الإصلاح وجدد به معالم الفلاح، فهو إمام هدى وعالم ملة ورباني أمة. وسفيان الثوري زاهد زمانه وعالم دهره، زهد في الفاني وأقبل على الباقي، وحفظ الحديث وجود الذات وأفتى وعلم وأمر ونهى ووعظ ونصح بنية صادقة وعزيمة ماضية، وهو مع ذلك يحفظ أنفاسه ويربي جلاسه حتى أتاه اليقين. وعبد الله بن المبارك الذي جمع الله له المحاسن، فهو العالم العامل الزاهد العابد المجاهد، المحدث الحافظ الغني المنفق، الأديب الفصيح سليم الصدر، طيب الذكر عظيم القدر منشرح الصدر، دأب في الخير وصبر على التحصيل وداوم على الفضائل، حتى جعله الله إماما في الناس يفوق الوصف. والإمام البخاري صاحب الصحيح فتح الله عليه في العلم، فوصل الليل بالنهار في طلب الآثار، حتى صار إمام الأقطار، فضرب بحفظه المثل مع المعرفة التامة والفهم الدقيق، يزين ذلك خلق كريم وزهد مستقيم. ثم ترك ميراثا مباركا في العلم في كتابه الصحيح الذي هو أجل كتاب بعد القرآن،
فجزاه الله عن الأمة أفضل الجزاء وأنزله الفردوس الأعلى. وقس على هذا الإمام مسلم صاحب الصحيح ومصنف الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم من المحدثين الأخيار أهل الهمم الكبار. وانظر لسيبويه إمام النحو الذي طاف البوادي وشافها العلماء ثم ألف كتابه المسمى بالكتاب فصار أعظم كتاب في النحو، وصار من بعده من النحاة عالة عليه فاستحق الثناء واستوجب الشكر، ونزل منزلة سامية عند أهل الإسلام لفرط ذكائه وبراعته. ومئات النحاة تزينت بهم الكتب وأشرقت بهم المجالس، ولولا الإطالة لا شرط لكل واحد منهم، وإنما أكتفي بالأعيان ومن له ذكر وأثر وتفرد وتميز ونموع وسطوع وإبداع. وهذا محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، جمع الفنون وصنف التصانيف وحاز قصب السبق في تفسير كتاب الله حتى صار شيخ المفسرين، وصار كتابه أعظم كتاب في هذا الفن، فتداوله الملوك وتباشرت به الأقطار ونهلت من فيضه الأجيال، فهو مرجع لكل مفسر ومعتمد كل عالم لكتاب الله تعالى. وهذا ابن حبان صاحب الصحيح المحدث العجوبة الذكي العبقري اللوذعي الألمعي، طاف البلدان وهجر الأوطان وبرع في هذا الشان حتى روى عن 2000 من الشيوخ، ومن شاء فلينظر إلى كتابه الصحيح وكتبه الأخرى فإن فيها من التبحر والدقة والبراعة ما يفوق الوصف. ومن الأئمة الكبار أبو إسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي صاحب المؤلفات الذائعة الشائعة الماتعة النافعة، كان يكرر درسه كما سلف مرات كثيرة، يقول فيه الشاعر: تراه من الذكاء نحيل جسم عليه من توقده دليل، إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضيره الجسم النحيل. ومن الفلاسفة الأذكياء وأهل المنطق والأطباء ابن سيناء الرئيس، فإنه برع في فنونه وسهر الليالي في مذهبه وجد وحصل وثابر وواصل حتى صار يضرب بهمته المثل، وكان يكتب كل يوم كراسة، وصار عجوبة الأعاجيب في تخصصه وأحد أذكياء العالم على فساد في مذهبه. والفارابي الفيلسوف كان بزي جندي انصب وانكب على كتب اليونان حتى رسخ فيها وأدمن النظر في ضوابطها حتى أتقنها، وصار من أكبر الفلاسفة لصبره وهمته وجلده فيما توجه له من مذهب على رغم تحفظنا من مذهبه. والرازي الفخر صاحب التفسير جمع فأوعى وصنف وألف ودرس ووعظ وخطب وكتب، وصار عين زمانه وقريع دهره في بهجة من الأبهة والفخامة الدنيوية والثراء الفاحش، والله الموعد. ومن العلماء الربانيين الإمام النووي، مات في سن 40 لكنه ترك علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وحسبك برياض الصالحين. هذا الإمام واصل ليله بالنهار وصام وقام وسطع ولمع وجمع في العلم وهجر الكرى وجد في السرى حتى اعتزل الزواج ليتفرغ للعلم، فأتى فيه بالعجب العجاب. وشيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية سيد العلماء وكبير الفقهاء، جد في الطلب فحاز الرتب، حقق ودقق ودرس وخطب وأفلح حتى صار مجدد قرنه ومصلح زمانه، وترك من التأليف ما يفوق الوصف براعة وحسنا وأصالة وعمقا، فهو حقيقة مضرب المثل العالم الرباني العامل بعلمه زهدا وخشية وإنابة وجهادا وصدقا وتواضعا وكرما وشجاعة وإمامة. وما حصل له هذا الفضل إلا بفتح الله وكرمه بعد صبر وجلد وسهر وتعب ومشقة ونصب، لأنه كان ذا همة عارمة لا تقبل الأدنى وعزيمة صارمة لا ترضى بالدون، فبز علماء عصره وصار المرجعية الكبرى للفتيا، فهو قصة سارت بها الركبان وعجوبة قل أن يرى مثلها الزمان. وتلميذه ابن القيم صاحب التصنيف المبارك البديع الذي استفاد منه الموافق والمخالف مع حسن لفظ وبراعة إنشاء وقوة حجة وصحة برهان
ورسوخ علم وعمق فهم، وكان في نفسه ذاكرا شاكرا صابرا صواما قواما عابدا زاهدا. وابن رجب الحافظ المجتهد كتبه خير شاهد على علمه وفهمه وتبحره، وله جهد مبارك مشكور في شرح الأحاديث وإخراج كنوز الآثار، بل لا أعلم عالما له من البراعة في الشرح مثل ما لهذا العالم الكبير. ومنهم حافظ الدنيا في زمانه ابن حجر صاحب فتح الباري الذي شرح فيه صحيح البخاري، فقد دبجه في 25 سنة وصنف المقدمة في 7 سنوات، فأتى بما يذهل العقول ويدهش الألباب مع عشرات من المجلدات غير ذلك. وكان دائم التحصيل والتأليف والتدريس، لا يكل ولا يمل ولا يفتر ولا يسأم ولا يضجر، حتى أصبح خاتمة الحفاظ وسيد الجهابذة وشيخ المحدثين. ومن شاء أن يعرف هذا الرجل فلينظر في الفتح، فلا هجرة بعد الفتح. ومنهم السيوطي جامع الفنون وحائز قصد السبك في التأليف والتصنيف، وقد اعتزل في 40 وترك تراث ضخما من المؤلفات النافعة الذائعة. وقبلهم ابن الجوزي واعظ الدنيا، أكبر مؤلف في كثرة ما ألف، فقد ألف قرابة 1000 مصنف ما بين كتاب ورسالة، وشغل وقته بطلب العلم والحفظ والتفقه والتصنيف والتدريس والوعظ، حتى أصبح حديث الركبان وقصة الزمن وعجوبة الدهر فصاحة ونباهة وعلوا وخطرا. ومن أهل الهمم القوية والعزائم المرضية السلطان نور الدين محمود زنكي، الإمام العادل الخاشع العابد الزاهد المجاهد الصوام القوام الذاكر الشاكر الصابر الشهيد الفريد صاحب الرأي السديد والنهج الرشيد، عدل في الرعية وحكم بالسوية وهجر الدنيا الدنية، ورزقه الله الشهادة بعد عمر حافل بالصالحات والخيرات. ومنهم صلاح الدين الكردي الأيوبي، فاتح القدس وهازم الصليب وناصر الملة ومقيم العدل مع تقوى وديانة وخشية وأمانة، رفعه الله بالإخلاص ونصره بالصدق وفتح عليه في الجهاد، دوخ الأعداء ونشر الملة السمحاء وجد في طلب العلياء. ومثلهم مضى القادة من الفاتحين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه بجمعهم الهمة والصبر مع صدق العزيمة وقوة الإرادة وسمو القدر. ومنهم مجدد الإسلام في هذا الزمان الإمام محمد بن عبد الوهاب، الذي جدد الله به دينه ونصر به شرعه وأعلى به كلمته، وهو الذي دعا إلى التوحيد وهدم الأوثان وأزال الشركيات وصح المعتقد وجاهد في الله حق جهاده بعزم أمضى من السيف وهمة أقوى من الدهر وصبر عظيم وإخلاص وتضحية، حتى رفع الله محله وأعلى قدره ورفع ذكره وكبت أعداءه، فاستحق كلمة الثناء ومنزلة الإمامة ورتبة الربانية. وممن عاصرنا ورأينا وجالسنا وعرفنا سماحة الإمام العالم العامل الشيخ عبد العزيز بن باز، جامع الميمات 3، ميم العلم وميم الحلم وميم الكرم، كان إماما في السنة على هدي السلف، محدثا فقيها عالما مربيا رفيقا بالناس رحيما متواضعا صبورا، يقوم بأعمال يعجز عنها نفر من الرجال، فكان يعلم ويفتي ويراجع الكتب ويرسل رسائل الآفاق ويشفع ويضيف وينصح ويعظ ويحاضر ويحضر المؤتمرات مع زهد وخلق وسماحة وذكر وتهجد وصدقات وإصلاح بين الناس وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصبر على أذى وشفقة على المساكين ورحمة بالفقراء وحب لطلبة العلم. ولا ننسى الإمام الفقيه العلامة الزاهد محمد بن عثيمين، كان فقيها ذكيا ألمعيا عالما، علم وأفتى ودرس بصبر وحكمة ورفق، وأثقل عدة فنون شرعية وواصل التعليم والإفتاء حتى طبق اسمه الآفاق مع صدوف عن المناصب وزهد في المراتب وإعراض عن الدنيا، وترك طلابا نجباء وكتبا هي قرة عيون العلماء، صحة في المعتقد وقوة في الحجة وجمالا في الأسلوب، وكذلك محدث العصر وعلامة السنة في زمانه
محمد بن ناصر الدين الألباني صاحب المصنفات المشهورة والرسائل النافعة، قضى عمره كله ليله ونهاره في خدمة السنة تصحيحا وتضعيفا وجرحا وتعديلا، وكان على هدي السلف مع اهتمام بشؤون المسلمين وقضاياهم في مشارق الأرض ومغاربها. ومحمد الأمين الشنقيطي الإمام الحافظ الأصولي المفسر النظار اللغوي حافظ وقته، كان يلقي الدرس ارتجالا فيأتي بالعجب العجاب لجودة ذهنه وصفاء خاطره وقوة حفظه، حتى انبهر منه العلماء وصار مضرب المثل الأذكياء. فعليك أن تتعرف على مواهبك، وبعد هذا فعليك أن تتعرف على مواهبك التي منحك الله فتوظفها في بابها، سواء علما أو عملا أو مهنة، فإن لكل مذهبا ومشربا، سنوان وغير سنوان، وقد علم كل أناس مشربهم، ولكل وجهة هو موليها، والناس أجناس، فحق على العاقل أن يمهر فيما يجيد، وكل ميسر لما خلق له. ومن يلاحظ حياة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أن كل واحد منهم أجاد في بابه، فأبو بكر ضرب في كل غنيمة بسهم، ولكنه برز في الخلافة والقيادة مع العدل والزهد والإخلاص والصدق، وعمر قوي في ذات الله شديد على أعدائه عادل في حكمه، وعثمان رحيم شفوق ذو تهجد وصدقات وبر وحياء ورقة، وعلي شجاع صارم خطيب نجيب فقيه، وأبي سيد القراء، ومعاذ إمام العلماء، وخالد رمز الأبطال، وابن عباس ترجمان القرآن، وحسان مقدم الشعراء، وزيد بن ثابت كبير علماء الفرائض، وأبو هريرة شيخ الرواه، وهكذا. فاكتسب معارفك بنفسك، بمهارتك، بتجاربك، بمزاولاتك للأعمال ومباشرتك للحياة. إن الكتب تلقن الحكمة لكنها لا تخرج الحكماء، وإن الذين امتازوا في العلوم والفنون لم يتعلموا في المدارس فحسب، بل تعلموا في مدرسة الحياة ومصنع الرجال. إن كتابا في فن السباحة يعطي مفاتيح في هذا الباب، لكنه لا ينجي الجاهل بالسباحة من الغرق. إن أفضل طريقة لمن أراد السباحة أن يهبط إلى النهر ليتعلم فيه مباشرة. ومثل الخطيب البارع فإنه لم يمهر ويتميز لأنه قرأ مجلدات في فن الخطابة، بل لأنه صعد المنابر وأخطأ وأصاب وفشل ونجح وجرب وتدرب حتى بلغ الغاية في هذه الموهبة. فإذا أردت البراءة في أي علم أو عمل أو موهبة، فاغمس نفسك فيه وانصهر في معاناته واحترق بحبه والشغف به إلى درجة العشق. وللناس فيما يعشقون مذاهب، قال الشاعر: وإنما رجل الدنيا وواحدها، من لا يعول في الدنيا على رجل. فلا تظن أن النجاح سوف يقدم لك هبة على طبق من ذهب، وإن أقبح نصر هو ما كان عن هبة، وأقبح النصر نصر الأغبياء بلا فهم سوى فهم، كم باعوا وكم كسبوا. لكن النجاح الغالي هو ما حصل بجهد وعرق ومشقة ودموع ودماء وسهر وتعب ونصب وتضحية وفداء، كما قال أبو الطيب: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفكر والإقدام قتال. إن الناس ليرحمون الفاشل، وإن الساقط مغضوب عليه، وكما قيل: إذا وقع الجمل كثرت سكاكينه. لأن الناس لا يحترمون إلا كل ناجح متفوق، فتراهم ينظرون إليك خاشعة أبصارهم إذا كنت عالما أو نابها أو غنيا أو مرموقا أو مصلحا. أما البليد الغبي الفاشل الساقط فلا تلمحه العيون، لأنها لا تراه أصلا. من يهم يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. فعليك بطريق التعب والمشقة حتى تصل، وجاهدوا في الله حق جهاده، وإياك ثم إياك والكسل والتواني والتسويف والأماني، فإنها رؤوس أموال المفاليس، رضوا بأن يكونوا مع الخوارف. إن الله يحب المجاهدين ويكره العجزة الفاشلين، وإن ألذ خبز هو ما حصل بعد عرق الجبين، وإن أهنى نوم ما كان بعد تعب، وإن أحسن شبع ما سبقه جوع، وإن الورد لا يفوح حتى يعرك، وإن العود لا يزكو حتى يحترق، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف نفح عرف العود. إن الماء الراكد يأسن ويتغير طعمه،
لكن إذا جرى وسرى طاب وعذر. وإن الكلب الجاهل حرام صيده، لكن صيد الكلب المدرب حلال، لأنه أتى بعد جهد ودربة ومعرفة. يقول الشاعر: وميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. فالبدار البدار قبل تقضي الأعمار، فلا راحة مع الليل والنهار، ولا تقل السبا فيه امتهال، وفكر كم صبيا قد دفنت. وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه ومن والاه.